تصور شو كنا اللي كنا فيها واللي حيحطونا فيها. كل واحد بياخذ قرار بيكون يائس يعني من كل شيء، من كل شيء يائس. ما يعني ما بعرف، حسيت حالنا خسرنا كل شيء يعني، ما بقى يعني يا بنعيش سوا يا بنموت سوا. يعني خصوصا لما يوم الموج العالي يعني انا يئست يعني، وصلت مرحله هي يعني مرحله يأس. الله يغطي يعني، يعني هيك غطيت راسي وضميت بنتي وقلت اذا صار شيء على المركب انا ما بدي اشوف شو بصير، يعني ما بدي اشوف شو بصير ابدا من شو من صار، وخفت لانه مسؤولي ومعي كل الاولاد، خفنا ايه لاخر يعني. انا ما نمت، ما بتذكر حالي نمت يعني يمكن ساعه او ساعتين هل ست ايام يعني اللي كنا بقلب. زهقت كثير انه قاعده هيك قاعده بسفينه ما عم بقدر اتحرك، قاعده هيك يعني ما بقدر اتحرك ولا اعمل اي شيء. وكمان كنت اشتقت لرفقاتي.